بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، منذ لحظات أعلنت اللجنة مشكورة عن انطلاقة شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة، ونتمنى دائما التوفيق والناموس للأخوة المشاركين والمنطلقين في كل انطلاقات ميدان الطي، ونحن دائما هنا على موعد لهذه الانطلاقات الجميلة. شوطنا العاشر خصص للإبكار المهجنات الأصهايل بشعارات أبناء القبائل، نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. متعبة من تستفتح إذاعتنا في أول المراكز، مسيطر على مقدمة الشوط لمحمد بن حمد بن مصلح من جمهور الأحبابي، ما شاء الله، نتمنى التوفيق. النقل على هناك متهاب عبد الله بن محمد الأغويص السويدي، نقلتنا ثالث المراكز لبة لمحمد بن سيف فالح الشامسي، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع نوايا ما شاء الله أحمد بن مصبح بن جرش الأغفالي مع نوايا، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس ما شاء الله بنقول هناك اللي في خامس المراكز وشل لمنصور بن علي بن خصم اكتبي، وفي المركز السادس هنا من تاتي خطيره عبد الله علي بن عبد الله بن علي بالواز، وفي المركز السابع جلد محمد بن سعيد محمد بن احمد ابراهيم، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن لمحمد بن ظافر بن مسعود الاحبابي، بينما اللي في المركز التاسع هناك الفضاء لسهيل بن خليفة بن عبيد الحميري، وفي المركز العاشر من تأتي عنقود لأحمد بن سيف الأغويس. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة المراكز، ذعناها عليكم بالفواء التمام. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا أيها الإخوة كان الوصف التفصيلي. يلا يلا يا بن مصلح مغادر ما شاء الله مع متعب محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي، مسيطرا صامدا على مقدمة الشوط ما شاء الله. نقله هنا على المركز الثاني لبة محمد بن سيف بن فالح الشامسي، ثالث المراكز ما شاء الله من تأتي هنا معانا نوايا، يلا يا بن جرش أحمد بن مصبح بن جرش الأغفلي، وفي المركز الرابع من تأتي في هذه اللحظات متهاب عبد الله بن محمد الغويس، وهناك جلد ما شاء الله محمد بن سعيد بن محمد بن أحمد أبو إبراهيم على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة حاضرة للمراكز، ذعناها عليكم بالهو تمام. هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز، ذعناها، ولكن متعبة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. السيطرة والقبضة مع متعبة على المركز الأول، والصمود هنا مع متعبة على المركز الأول ما شاء الله تبارك الرحمن. للسيد محمد بن حمد بن مصطفى بن جمهور الأحبابي، يلا يا بن جمهور، يلا يا بن جمهور، يلا يا الأحبابي المسيطر على المركز الأول والصامد ما شاء الله على مقدمة الشوط. المركز الثاني جلد محمد بن سعيد بن محمد بن أحمد إبراهيم، يا سلام. النقلة على ثالث المراكز متهاب عبد الله بن محمد الغويس. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة للمراكز، ذعناها عليكم بالهو تمام. ها هي النتيجة، يلا يا متعبة في المركز الأول
مسيطرة متعبة وصامدة متعبة على المقدمة. ما شاء الله لمحمد بن حمد بن مصرح الإحبابي مسيطر على مقدمة الشوط وصامد ما شاء الله على المركز الأول، صامد على المركز الأول، ولكن جلد في اللحظات الأخيرة عانية وخذت المركز الأول ما شاء الله تبارك الرحمن. بنقول سلام أبو محمد الخوانج، سلام على هذا الأداء الجميل وهذا الأداء المميز اللي قدمته جلد هنا في هذا الشوط الجميل. والله اللي قادم خطير، القادم خطير، الذيبة عبد الله بن صالح بن سعيد المري. اللحظات الأخيرة ولكن جلد الأقرب إلى الناموس، تهانينا لمحمد بن سعيد وابراهيم المركز الثاني، عبد الله بن صالح المري المركز الثالث، لأحمد بن سيف الغويص المركز الرابع، شعار بالخصم وخامس المراكز مع الإحبابي. 6 دقائق التوقيت و12 ثانية، تهانينا والناموس.